محمد الحمادي من محل الطيور وأسماك الزينة لكل المهتمين أكيد بمجال الحيوانات الأليفة. نرحب فيك محمد، صباح الخير. أهلا أخوي محمد، صباح الخير. صباح النور عبد الله ولجين، صباح الورد والجمال، ونقول صباح العصافير والأشياء الجميلة. بسم الله. شوف كيف يرحب بالمشاهدين. أنا قلبي كان طاح. أي هذه راح نتكلم عنها إن شاء الله، بس هي شكلها عفريت شوي. بس راح نتكلم أيضا عن بعض الأشياء الموجودة، أسماك الزينة، بعض الطيور الموجودة، وهذه الهواية الجميلة. نعم تفضل. الصوت وصورة لك. الصوت وصورة لك. شكرا عبد الله، شكرا لوجين. إذا راح نتحدث ما شاء الله فاجأنا هذا، بيكون معاي طبعا رائد العيابي وهو صاحب محل بيوتي بيتس، وراح نتحدث أكثر. وش فيه انزعج من يوم المكاو طار خاف الكوكات، وبس الحين يهدى، ما في مشكلة إن شاء الله. تحدثنا، يعني أنت كم سنة تقريبا صار لك في هالمجال؟ والله أنا في المجال هذا تقريبا هاي 7 سنوات لي، بس كنت شغال تقريبا على شغلة محصورة يعني في البيت وكذا. بس من بديت بشغل المحل تقريبا لي 4 سنوات، من فرعي الصغير لين ما فتحت فرعي الكبير الحمد لله. تحدثنا عن يعني تربية الطيور وهواة الأشياء هذه، يعني تحدثنا عن هذا العالم. والله تربية الحيوانات الأليفة عموما يعني كطيور كأسماك كقطط كأرانب هي ما هي بشغلة حديثة موجودة عندنا، بس بدأت تتطور بشكل ملفت يعني خلال 3 سنوات أو 4 سنوات القريبة. طبعا تختلف هوايات الناس من الأطفال. الأطفال طبعا يكونوا محبب لهم شغلة القطط، الهمسترات، الأسماك الصغيرة، فئة الشباب مثلا يحبون الطيور مثلا ناطقة، فئة النساء يحبون مثلا الطيور الجميلة المغردة مثل طيور الحب والكناري والزبرة. أنا لفت نظري هذا، إذا ممكن مشعل تجيب لي لقطة عليه، وش هو هذا بالضبط؟ هذا طائر الكوكاتو القالة، هذا طبعا طائر جميل، هم يمتازون أنهم يعني من الطيور الراقصة اللي كلامها قليل طبعا، فطرتها هي أليفة طبعا، منها أنواع كثيرة طبعا، القالة ومنها الكوكاتو الأمبريلا والسلفر كريستيد، طبعا طائر جميل وسعر يتكلم هذا يتكلم بس كلامه مش كثير طبعا، ما يتقارن بالأمازونات والكاسيكو طبعا. أيضا تحدثنا إذا ممكن، يعني في ما شاء الله أنا أشوف، يعني هل كل يعني طائر يختلف عن الثاني بحكم اللون يعني أيضا مختلف؟ أكيد يختلف، مثل الرمادي هذا طائر الكاسيكو، ويجي منه نوعين طبعا، اللي هو تفريخ أفريقيا أو الصيد، ويجي منه الهولندي أو الأرجنتيني اللي مفرخ في أوروبا، واللي جنبه هذا الدرة طبعا يجي منه هندي وباكستاني طبعا. طيب كيف نعرف الطير اللي يتكلم والطير اللي ما يتكلم؟ يعني أنا كزبون أو كشخص هاوي مثلا جيت للمحل أبحث عن الطائر أبغى يتكلم في البيت، كيف أعرف؟ طبعا الطيور الناطقة أو المعروفة بنطقها هي طبعا طائر الكاسيكو والأمازون، هذا في الدرجة الأولى طبعا. والطيور اللي طبعا ما تتكلم هذه طبعا في طيور صعب كلامها، مثلا طيور الحب، الطيور الصغيرة عموما، الفشر، الزبرة، مع أن في طيور منها تكون حادة الذكاء، هذه ممكن نتكلم، بس طبعا يكون كلامها مش واضح، ما هو زي الطيور المعروفة مثلا زي الكاسيكو والأمازون وكذا. تحدثنا أيضا عن هذه الطيور الصغيرة عادة، اللي أعتقد أن طيور الحب هذه اللي يقبل عليها كثير أيضا من الأشخاص في المنزل. نعم طيور الحب طبعا هي طيور صغيرة وتمتاز بجمال ألوانها، وفي منها عدة منشأ، منها الهولندي والإنجليزي، الإنجليزي طبعا يكون حجمه كبير، وفي الباكستاني والأسترالي اللي هم أصغر حجما، وهذه أكثر مبيعات صراحة وأكثر طلب من الناس، يعني الناس تهواها لأنها ألوانها جميلة وما عندها أزعاج وشكلها حلو. يعني هل تعيش يعني تعيش في البيت لفترة طويلة من الزمن؟ نعم تعيش عموما على حسب العناية، وطبعا عشان كذا احنا دائما ننبه الناس انه لما ياخذ الطيور الصغيرة هذه لازم يبعدها عن الأجواء الباردة أو الأجواء الدافئة مرة، يعني يخليها في جو معتدل، وانه يهتم بفيتاميناتها، يهتم بغذائها، يهتم بنظافة القفص، بنظافتها كشخصيا كترويش وغيره، بس ولا تعيش يعني. هل تحتاج مثلا لشمس، لا تحتاج لإضاءة معينة في البيت؟ أكيد طبيعي التشميس ضروري، يعني لأي كائن حي لا يحتاج للشمس، بس مش يعني بالضرورة
بشكل يومي أو بصفة يومية، لا يعني كل ثلاثة أيام أربع أيام لو تطلعها مرة بالشمس عند الشباك بتزين نظارة ريشها، تعرف الشمس يعني الشمس ممتازة لها يعني. نتحدث أيضا عن زاوية جميلة أخرى وهي عالم الأسماك، وهذا عالم أيضا جميل وكثير من الأشخاص يعتبروا أيضا كجمالية في المنزل، تحدثنا عن هذا الجزء الموجود لها. الأسماك طبعا ما شاء الله عالم كبير يعني عالم متسع وله محبينه بشكل غير طبيعي. طبعا الأسماك تنقسم إلى قسمين، قسم بحري وقسم نهري. القسم الأكبر واللي متداول عند الناس هو القسم النهري، لأن بسهولة يعني سهولة التعامل معه حتى بالأحواض النهرية. والقسم البحري، القسم البحري طبعا القسم أصعب وقسم يبغى له واحد بروفيشنال يعني واحد يكون فاهم في الموضوع، لأن لها سيستم معين ولها طريقة تنظيف معين وملوحة معينة. وطبعا الأسماك البحرية أغلى من الأسماك النهرية بكثير يعني، فأغلب العالم تلاقيها متداولة الأسماك النهرية اللي هي من الجولدنات، من الجوبي، من الانجل، من الشغلات اللي كذا. حدثنا عن هادي، يعني ما أدري هل هادي أيضا بعد يقبلوا عليها؟ وش هي هادي؟ هذه أم الربيان طبعا، هذه أكيد هذه لها نظرة جمالية ما شاء الله في الحوض، وتجي منها ألوان يعني يجي منها الأزرق والأحمر، لها أشكال كثيرة يعني. وتعيش عادي يعني في الحوض؟ تعيش بالعكس، مقاومة ما شاء الله تبارك الله مقاومة. وفي ناس يقبلوا على هذه نعم، في لها طلب كبير عندنا الحمد لله رب العالمين. طيب وش تأكل هذه؟ في أكل خاص لها؟ نعم، في أكل مثل اللي موجود عندنا هنا في الرف، لها شغلات زي الربيان الصغير أو العلف صغير أو القشور الصغيرة تأكلها هنا. انتوا رائد حتى ممكن تعملوا يعني احواض معينه والله بس انت تبيع الاسماك فقط؟ لا ممكن في عندنا فنيين ممكن يفصلون حوض معين بطريقه معينه بشكل معين مع الاتفاق مع وجهه نظر العميل او الزبون، يعني ممكن نسويها ما في شيء. ايضا في من ضمن يعني الحيوانات الاليفه اللي ايضا هناك اقبال كبير عليها هي القطط بالتاكيد يعني، وهذه ما شاء الله انا اشوف كتاكيت جميلة عندك موجودة هنا، لو تحدثنا عنها إذا ممكن. أي ما شاء الله تبارك الله، طبعا القطط هذه من الأساسيات اللي يحبونها الناس، والحيوانات الأليفة اللي مطلوبة بشكل ما شاء الله تبارك الله يعني بشكل كبير واسع ما شاء الله. أغلب ما تلاقي بيت حاليا في عندنا في المملكة العربية السعودية اللي تلاقي فيه قطة أليفة من كثر ما العالم حبتها وحبت ألافتها وحبت تعايشها معها. فطبعا القطط انواع واشكال، بس هذه وش هي الان اللي موجوده؟ هذا القطط فيه بيرشن اللي هو الشيرازي يسمونه الفارسي، وفيه الهملايا. طبعا الهملايا والبيرشن هم اشهر نوعين في القطط واكثر نوعين هم المطلوبين. طبعا هذا النوعيه تسمى هاف بيكي فيسر، فمطلوبه جدا يعني وحبوبه يعني حتى هاديه في طبعها وهاديه في انا اشوف الكثير اذا بيشتري قطه او قط ياخذهم صغار وش الهدف؟ الهدف انه عشان تتعود عليه يعني، لما ياخذ القط الصغير ياخذه يكون متعود عليه عايش معه من صغره يعني، يتعود على سلوكه على طريقه تربيته. بس لما ياخذه كبير يكون متعود على شخص ثاني، فهو بيتاقلم معه بس بياخذ وقت يعني، اللي ما عنده خبره او اكسبيرينس بالشغله هذه راح تاخذ معه وقت، عشان كذا يفضلون انهم ياخذون الصغار افضل. هذا انا عجبني الصغير هذا الصغيرون الرمادي هذا وش هو؟ هذا بيكي فيس، هذا بيرشن بيكي فيس. هذا طبعا بيكي فيس هذا طبعا مستوى اللي هو يجي انفه بين عيونه، هذه تسمى الهاف البيكي فيس، اللي يجي انفه انزل من عيونه بس وجهه يكون دائري يسمونه هاف بيكي فيس. والانواع اللي دائما العادي الدول فيس والمون فيس يعني انواع كثيره، بس هذه من اغلى انواع القطط. هذه وش هي هذه بالضبط؟ هذا ارنب الانغورا، هذا ارنب امريكي فاز لوب سماه. هذا برضو ارنب اليف ما شاء الله مستواه جميل، يمتاز بكثافه شعر طول الاذان، يتربى كأنك تربي قط بالضبط أو كلب من الكلاب البوبيز الصغيرة بالضبط يعني. يعني عادي يعيش في البيت هذا طبيعي؟ أيوة. صح؟ اي عادي عادي يعيش عادي ما في أي مشكلة، يعيش ويتحمل يعني ما في أي مشكلة ما عندي مشكلة. جميل، احنا بودنا أحد يشيل الطير بس حرام كده يعني يطير يعني. أيضا في جزء هناك رائد دام. هذه الهامسترات او من القوارض طبعا، الهمتارو هذا طبعا في برضو انواع من الهمتارو، في الهمتارو السوري وفي الامريكي وفي البلجيكي اللي يمتاز بالشعر الطويل، وفي الروسي. طبعا الروسي هو اكثر الناس تبتعد عنه لان حجمه صغير وممكن انه يعض،
بس السوري والامريكي يكون اليف يعني ما تقدر تشيله تقدر يعني هل في اقبال الناس على مثل الاشياء هذه الصغيره والاليفه بشكل عام؟ اي نعم بالعكس يعني اكثر الشغلات اللي العالم تطلبها لان الهامسترات والقطط والشغلات البتس الاليفه ذي الخاصه للصغار طبعا مع الاسماك يعني والطيور طبعا. بس في العاده رائد الأفعى مخيفة يعني في العادة بالشكل العام يعني المتعارف عليه، لكن انت قلت لي قبل الهواء بأن هذه الأفعى أليفة، كيف أليفة وفي العادة الأفعى يعني شيء مخيف بالنسبة لنا؟ اي نعم صادق صادق، بس في أفاعي لا طبعا تكون أليفة مثل هذه الأصلة الملكية طبعا اسمها الأصلة الملكية وعادية ما هي بسامة ولا بالعكس عادية جدا يعني. بسم الله ما تعض ولا شيء عادية جدا انا ترى خاف عادية عادية الله يعطيك العافية ما تعض ولا شيء ما عندها مشكلة هذه يعني وش ميزات هذه بس فقط يعني لا ما لها مميزة معينة يعني بس العالم تحبها يعني في ناس تهوى الشغلة هذه يعني تهوى تحب تربيها تحب تنتج منها في ما شاء الله ناس لهم خبرة كبيرة في السعودية حاليا في المجال هذا اول كان العالم ما تعرفها بالعكس العالم صارت تطلب الافاعي اللي طبعا الغير سامة زي الاصلات مثل ما كذا اي طبعا اصلة ملكية طولها حول المتر تقريبا وما شاء الله اليفة جدا يعني ما فيها اي ما هي سامة ولا شيء ما فيها اي مشكلة ابدا عندك ولا تعض لا ابد ما تعض مثل ما انت تشوف قدامك تقريبا كم سعرها هذه مثلا والله شوف هي تتراوح على حسب حجمها يعني هذه تقريبا في الحجم هذه يعني توصل لها من 2000 الى 2500 ريال تقريبا هل تكبر اكبر من الحجم هذا والله اي نعم تكبر طبعا كل ما اكلت ومع الزمن تكبر طبيعي يعني واحد يعني ياخذها يقول باربي يتورط فيها بعدين اذا صار حجمها كبير ما شاء الله عندنا في السعوديه انا اعرف ناس ما شاء الله مربيين في القطيف وفي غيره ما شاء الله تبارك الله عندهم افاعي تمتد ل 5 6 متر ما شاء الله تبارك الله اللهم يزيدهم خير يعني ما شاء الله زين رائد احنا نبغى في ختام الفقره هذه يعني اللي يربي الطيور عاده وش تنصحه فيه وايضا نصيحه لمجال الاسماك وش النصيحه اللي توجه والله في البدايه انا احب انصح اي شخص قبل ما يقتني اي حيوان عموما لان تعرف الحيوان مهما كان روح يعني في الاول وفي الاخير لازم اول شيء انه يخاف الله سبحانه وتعالى في تربيته ويهتم فيه ويعرف ان الحيوان هذا ما اخذ كمنظر او كلعبه يعني عرفت انت اخذت روح لازم تهتم فيها وتحافظ عليها متى مثلا ما مليت منها ولا بغيت تستغني عنها يا انك تسلمها شخص يكون امين عليها ويحافظ عليها او انك مثلا تعطيها دور تبني او كذا وفي ناس واجد للاسف انه قبل ما تشتري مثلا القط او الطير او كذا ما تعرف ايش اللي له او اللي عليه مثلا ما تعرف كيف طريقه الاهتمام او كيف طريقه العنايه فتلاقي مثلا يرجع يحب انه مثلا يرمي في الشارع ولا كذا بس انا احب نوجه رساله للعالم اللي مثلا بدل ما ترمي قط ولا بدل تحاول ان تشوف لها دور رعايه او من جمعيات الرحمه ان تسلمهم اياه او ان تعرضه للتبني يعني عشان يكسب فيه اجر بس اكثر ولا اقل شكرا لك يعطيك الف عافيه ونتمنى لك التوفيق في محلك وان شاء الله من تقدم الى تقدم شكرا يسلمك يا اخوي وانا شاكر للقناه السعوديه صباح السعوديه شاكر لهم الفرصة هذه وإن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله في فرصة وين هذاك اللي طار في البداية وين راح وانا وخلينا بنشوف رجع داخل والله نبغى نشوف شكله لأنه عبد الله بوريك شغلة شوف شكل شوف اللون نصراوي ترى اللون ما شاء الله مميز شوف لونه كيف اي يعني احنا كنا نشوفها في افلام كرتون يعني بس الان شوفها الان امامك اليفه يعني. جدا بس على حسب تربيتها يعني الصغير لما تاخذه من صغير وتغره وتعوده عليك خلاص يصير يحبك عمره ما يصير في رده الفعل او الرياكشن العصبيه او كذا بس لا اكثر ولا اقل فاذا يعني عد هذا الطير الجميل المميز ولكن ما شاء الله حجمه كبير يعني هذا كم وزنه ما شاء الله كبير فلكن ايضا شكله جميل ولاحظ نصراوي يا عبد الله ما لي دخل يعني اذا اعود لك يديك العافيه شكرا محمد ما قصرت على هذه التغطيه المميزه اكيد وسبحان الله